المنطقة متاعكم، الأسعار، الإقبال متاع المواطنين؟ والله شو لك بالنسبة لقبيل المواطنين، تشوف يقوسوا مع بيسوا في متناول في متناولها، معليش ليه يجوا ياخذوا ويجوا يقوا حاجة بيها. ايش عندك الكيلو دلاع؟ 500 كيلو دلاع. مش غالي شوية على المواطن الزوالي؟ نفس السومة متاع مرشي القرو. فاش؟ نفس السومة متاع مرشي القرو. مرشي القرو فيها أقل، تلقى فيها أقل، مش قلت لك أقل. الخس 400 بابا. 700 700 بابا، أقل من مرشي القرو. فهمتني؟ قلقونا بدينا في طيحوا هنا. أنا فهمتني؟ وخذينا فيها رخصة تو مبدئية وإن شاء الله خويا ربي يوفق. باهي ناخذوا مواطنين معانا باش يحكيونا شوية على الأسعار. السلام عليكم. كل عمي نار أخوي ومسمار. كيلو البطاطا بدينار، كيلو الفلفل بالفين. يا حسرة على الزين، يا حسرة على الزين يا بابا. رأني توا حتى مع بن علي كان كانت ثم غلاء في المعيشة. على انت كنت المواطن التونسي كان غني مع بن علي وتولى فقير؟ كان البال يخدم، اما كانت الخضره رخيصه، كان كيلو البطاطا ب 300 فرنك. لازم من الاول فما فما خلينا دقيقه برك توا. الدنيا رخيصه، شنو شنو؟ لا لا الدنيا رخيصه، انتم ترخوا وانتم قاعد ترخي يا كار. لا لا كيفاش رخيصه؟ كيف غير انت ترخي بركه؟ الدنيا رخيصه قدامكم والله، الدنيا رخيصه. فلفل بلفل، الفلفل بلفل رخيصه. الدنيا بتستعرب والله. اي ودي ايش بيه هذا؟ وين رخيصه وتقولوا وين رخيصه؟ رخيصة كيلو البطاطا بدينار وب 12 جنيه. ايش بدينار؟ اللي بقديه؟ ايش بدينار؟ الحلفه وين؟ ها قدامك الفلفل ب 2000 فرنك. وين ب 2000؟ ب 14 جنيه. 14 جنيه غير رخيص. 14 جنيه 14 جنيه رخيص. سايب عليك 700. اللي عنده عائله لازم زوز كيلو. ها مال شنو؟ كيلو البصل ب 700، كيلو بسلب 700. بالي سايب عليك، سايب عليك. تحدث على خضر مش بلاش، مش بلاش، مش بلاش. اما غادي كسوم ولهنا سوم. لهنا سوم. قديش؟ ما كاينش، ما كاينش. هاي قال لي ب 14 جنيه. الفلفل هذا اللي ب 14 جنيه. ب 14 جنيه، ب 18 جنيه. ولا ب 18 جنيه؟ ايه مش غالي. احكي لي على البطاطا، انت قلت لي ب 14 جنيه. قلت له بدينار وب 9 جنيه. ايه ب 700 خضرة غالية. انت جيت عملت لها شوه لهنا، قاعد سلعة غالية، سلعة غالية. غالية ايه، غالية بتبيع. 700 يا ودي يا اخي، 700 شوي. يا ودي بلاش تحب 700 شوي. تي كانت ب 300 وب 400 البطاط. هاي كانت ب 300 وب 400 البطاط. يا ودي قبلنا احكي لك، كانت ب 300 وب 400. علاش لا وجع عليها قبل؟ مرشي القرو. والله العظيم مرخص من مرشي القرو. والله العظيم، والله العظيم نمشي ناخذ. اسمعني، علاش في تونس؟ شوي قداش تبيع فيها طماطم؟ طماطم قداش تبيع فيها؟ طماطم اي قداش تبيع؟ تبقدي 300 طماطم. 300 هاي ب 300. اقسم بالله ب 300. هاي ب 300. لا خاطر تزيدوا هاك تغني فيها، هاك غالي عندك في الناس. ها غالي انت في الناس. ما قالوا لك شي شي. ها غالي في الناس. قالوا لك شي شي. هاك تغني تبيع فيها. حرام عليك باش تعمل مشكله. لا لا مش مشكله. يا عملتها مشكله. سالني جاوبته. علاش دز فيا؟ انت ما عمري مريتك، انت اول مره نشوف. انت علاش دز فيا؟ انت جاي باش تاخذ ولا جاي باش تعمل مشكل؟ جاي باش تاخذ ودزني. تفضل بابا مرحبا. برالو برالو برالو، كلمه ترى كلمه. شو سبعين فينا نحن؟ برا كلمه. هي هك دز في دز في صدرك علي. نعطيك واحده بناي. اي نعطيك مال جنوب. يا بكشي. اي اي ايش عارف بدي هذه مرشي الجروب سبعة. هذه مرشي الجروب وين ارخص؟ هنا ارخص. يعني ايه مالك تناقش فيه انت؟
وعلاش تعملوا في مشكل؟ ايش بيه قال تناقش فيا؟ يا هاك تناقش فيه انت؟ يا ناقش فيا وقال له ارخص وتقول لي خمسة. تي هاك توك ما انت علاش تقول لي غالي؟ لا 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 قلت لك ايش غالي؟ نعطي ناخذ في رايكم ناخذ 700 في مرسي الجروب 700 غالي. تي هاك انت تتلكش على بيت بالربح. قلت له رخيصة يا ولدي بر يا ولدي بر امشي بعدنا تتلكش على الراجل انت. تي برا بعدنا يا ولدي تي برا امشي بعدنا تي برا بعدنا تي برا بعدنا تبني شيء تبني شيء اوكي يقول لك الكيلو تاع بطاطا على بلاصه ب 700 فرنك ولا 600 فرنك هاك ولا 600 فرنك انت كي مش تخلص في التي في ما بعدش كي نشوف ما تلقاش 600 تكلفك ب 630 640 فرنك شنو عندك فيه ربح؟ عندك فيه 130 فرنك 130 تاع نهار كامل ولا 130 فرنك تاع طاب قد ايه طماطم؟ 800 فرنك والفلفل قد ايه؟ يا ولاية تبلا وش ولاية واليوم اثنين كما قالت اي عاد اش دخل الاثنين في ثلاثة؟ شنو نعمل لا يا شنو نعمل طيشوها تعطيني انت؟ هذا باش بيحوا لي ب 18% هذا ذاك لا ذاك ب 18% انا حيه ايه بيع لك لاخر بس 13 كله خامش هذا خامش هذا كل خامش هذه طماطم هاي طماطم هاي بس شعور كلها مضروبة يا بنتي كله عايز كله حتى يا عبد الله يا عبد الله طماطم مش ناخذ طماطم دابا شبه اي شيء الناس تفرز مش ناخذ طماطم ها من ناحية باش ما تمشي لا وخليه لاباس عليها وخليها وكي تجي الكعبه في وسطهم شكون قال لك تبي تستفرز الكعبه لاباس عليها باش تبرز الكعبه يا حاج وبعد انت كي تبدل الكعبه المضروبه ما عنديش صندوق بجنبي يعني هنا كنت قدامك يا بكش فيها نفرز على كيفي هنا ايه يا اخي تبرز المضروبه مش تاكلها انت هي تساني انت يا بكش بها الطماطم اخذ لك كيف كيفاش شوف الطماطم كيف انت مالك ومالك هذه مالك ومالك انت تحب لاحظت لي معناتها السلعة ماهيش جارك ابو خذاك يبيع السجارة يبيع السجارة خذيت من عندي خذيت من عندي خذيت من عندي خذيت من عندي ها هي بالله 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 كوخ طماطم فيه تضرب طماطم انت شايف وشايف يا بكشي على كيف قد على كيف سايبه تي سايبه خلينا نشوفه معك يا سيد يا سيد بشوي يا اخي سايب